أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. دكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصري. هنا الإنفاق يقصد به الزكاة أم الصدقات؟ لا، هنا الإنفاق شامل، يشمل الزكاة والصدقة مع بعض. فبيسألوا ربنا عز وجل، بيسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له يا رسول الله لمن ننفق؟ هنا بيقول لك يسألونك ماذا ينفقون، يعني لمن نعطي صدقاتنا يعني. فقال لهم لله وللرسول وللمؤمنين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقام ختمها ختام جميل جدا بقى، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله به عليم، عارف مقداره وعارف نوعيته وعارف طيب ولا مش طيب، لذلك ده تحذير للي بينفقه خلاص، وتشجيع في نفس الوقت، ان ربنا متابع في التشجيع، متابع اللي انت بتعمله وخصوصا في الخير، بتابعه كويس جدا وحبه خلاص، فإن الله به عليم. والنوعية بقى بتاعته كمان، ده بقى التحذير، تتخرج ايه؟ ما يبقاش عندي مزرعة اطلع الطماطم البايظة واخرجها للفقراء والمساكين واقول لا، عندي بضاعة كاسدة ما بتتباعش ملهاش زبون اخرجها، لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيب. عندي ملابس مستعملة في البيت مقطعة اطلعها للجمعية، لا، لازم أن تطلع حاجة كأن انت اللي هتلبسها. ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده أن الصدقة بتقع في يد الملك قبل أن تقع في يد الفقير. فمن هنا ربنا بيقول لك وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أول ناس لازم أن تعطف عليهم الوالدين، أبوك وأمك، تخلي بالك منهم ماشي، لأن ده أحسن استثمار على الإطلاق. لو رضوا عنك رضي عنك كل شيء، وهتتغنى وهتلاقيه فايض وهتدي الناس كتير قوي خلاص. واليتامى تمام، ده طبعا انا وكافي اليتيم كهتين في الجنة. والمساكين، المساكين اللي هم الفقراء اللي احنا بقى معاهم، احنا مع اليتامى ومع المساكين تمام. ابن السبيل، ابن السبيل اللي هو بقى مسافر، ابن السبيل اللي هو انقطع بالسبل، اللي هو الغريب تمام، زي السوريين دلوقتي في بلدنا، زي اصحاب الجنسيات المختلفه اللي هم ما لهمش شغل وقاعدين في بلدنا وقت معين، عايزين يمشوا فظروف مش معاهم فلوس في التوقيت ده، ويقول لك ربنا عز وجل وما تفعلوا. ما هنا بتفيد الشمول والعموم، اي حاجه بقى من خير، كلمه، علاج مستعمل عندك ما عادش عايزه، ملابس، فلوس، صدقات جاريه هتعملها، زكوات. فشوف ربنا بيقول لك عليم. فإن الله، أسلوب توكيد، فإن الله به عليم. وشوف سبحان الله، التوكيد هنا مؤكد بأكتر من صيغة، بإن، وتقديم شبه الجملة تمام على اسم إن، ده قمة التأكيد. عشان كده قلنا بيشمل التشجيع والتحذير مع بعض. أنا بشجعك بس بحذرك، مش أي حاجة هتخرجها لي كده، ده جيالي راح للملك. لما بنيجي نهادي حد واصل شويه او كبير، بندي له حاجه تليق بيه. فانت ما تيجي تدي لاسيادنا الفقراء، ربنا عز وجل بياخدها منك الاول ويوديها له، هتحط ايه بقى في ايد الملك معايا؟ فربنا يكرمنا يا رب، ويكرم احبابنا الفقراء المستورين، ويكرم احبابنا الفقراء ان هو يسترهم وخرجهم من الدنيا سالمين غانمين، ويفك كربهم ويوسع رزقهم. ونقدر في الفترات اللي جايه ان احنا نحول المحتاج الى قادر يعطي بالمشاريع التنمويه ان شاء الله. طيب احنا لما نشوف مشاهد كده للحاجات الانجازات اللي الناس بتعملها، يعني دايما مش بنقول الجمعيه بتعملها وحضرتك، بنقول الناس هي اللي بتعمل، لا احنا وسيط، يعني احنا في مقام اللي بيوصل، يعني ناخد من هنا بنوصل هنا، بنشوف الانجازات، بنشوف العربيات محمله خير، بنشوف اجهزه كهربائيه. انا ما ببقاش عارفه في حد دافع في الليله دي كلها 100 جنيه، وفي حد دافع 100 ألف جنيه، وفي حد دافع
في الآخر الآية القرآنية إن الله بها عليم، يعني ممكن اللي دفع رب درهم سبق 100,000 درهم. فكلمنا عن القصة دي، يعني حضرتك أكتر حد عارف إنكم بتلموا فلوس مثلا الحاجات دي بالجنيه، يعني في اللي دفع قد كده ال50 جنيه، بتبقى يعني في قوافل أنت عارف إن في فلان دفع فيها 50 جنيه، صحيح؟ لا، هو في 5 جنيه، وفي 5 جنيه. 5 جنيه والله. يعني عارفه، بصي، احنا الحمد لله عز وجل جمعيه البر والتقوى قائمه على الفقراء. هتقول الفقراء اللي بتساعدوهم؟ لا، الفقراء اللي بيساعدونا. هتقول لي ازاي؟ بص على كشف حساب الجمعيه، دايما انا ببص على اخر الشهر كده، بلاحظ 5 جنيه 10 جنيه 4 جنيه 6 جنيه راح البنك. ايه ده؟ معايا؟ بص، عشان تلاقي مثلا 10,000 او 1,000 او كده، بتبقى حاجات. فلذلك طمعت في فكره احنا 104 مليون، فانا طمعان نوصل لتارجت مليون مصري يبعتوا لنا كل يوم او كل اسبوع جنيه. صعبه؟ جنيه اتحط في الحساب، اجمع من ولادك وروح. اروح البنك عشان جنيه؟ لا يا سيدي، ادفع فلوس الشهر انت وامك وابوك وولادك وزوجتك، خدهم وروح حطهم. بس خلي بالك من نقطة، ما هو انت وانت رايح خطوتك لغاية البنك اللي هتودع فيه او لغاية الجمعية، الخطوة ليك بها حسنة، والحسنة بعشر امثالها، وتحط عنك خطيئة. انت رايح تتصدق في سبيل الله، بينتج عن ده بتفرح اسيادنا الفقراء اللي احنا شايفينهم دول. انت حضرتك ما تتصوريش مشهد زي ده، ناس كانت ساكنه مش في بيوت، ما ينفعش يتقال عليها بيوت، لا لا، خلاص خالص، هم نفسهم معترفين، هم بيقولوا كده. وعايز اقول لك مش مصدقين اصلا معايا اللي ده حصل. وحتى كمان الناس مفكره ان احنا بعد ما نسكنهم ونصورهم هنخرجهم من البيوت تاني. اللي واصلين يعني تخيل يا لمرحلة جماعه صعبة بقى. فرحه الناس بالحدث ده، ده معالي محافظ الفيوم بنفسه، تمام، الله يجزيه خير، حد محترم قوي، الدكتور احمد الانصاري، من المحافظين بصراحه، هو اللي هو الزمالوط ومحافظ شمال سيناء، من المحافظين اللي عارفه بيشجعك انك تروحي، وبيشجع المجتمع المدني بشكل جميل جدا. فلذلك انا بقول للناس فرحوا الست عباد ربنا، هي اللي بتفتتح بيتها. هي اللي بتفتتح البيت. ما احنا بص، احنا ملناش فضل عليها، هي اللي لها فضل ان هي تسببت ان احنا نكلم اهل الخير، فهم صدقونا وثقوا فينا فساعدوها عن طريقنا. معايا؟ عندها مفتاح. بص بص، الحاجات الصغيره اللي احنا ما بنشوفهاش. انا عجبني المصور او المخرج اللي شافها مفتاح بيت مقفول، ده كانوا بيغطوا البتاع بجلابيه، نور، كهرباء، كوبس، في وفيشه، ما فيش الكلام ده، يعني كانش فيه الكلام ده. لا، والوان البيت، شوف اللون بيت عامل ازاي، هما اللي مختارين حاجه. وحاجه كمان، مميزين جدا في المنطقه بقى كلها، معايا؟ يعني ما عادش بقى الفقير اللي كان ساكن في عشه والتعابين داخله وممكن سلك كده يولع في المكان، لا 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 خالص. يعني التفاصيل الصغيره اللي احنا اللي مرميه في البيوت واللي موجوده في كل حته، في افقر العمارات وفي افقر، يعني التفاصيل الصغيره دي، ده لا هي بتتبروز وبتتصور، لان دي فعلا ان يبقى عندها مفتاح بيت دي مش ورده، ان يبقى عندها كوبس وفيشه وتفتح وتقفل، ان يبقى عندها ثلاجه، يعني ابسط حاجه، ده احنا بنفتح ازازه المايه ونقربع ازازه المايه دي، ده من المايه مش موجوده اصلا. فكل التفاصيل الصغيره دي ممكن معانا ما تفرقش ونبقى زهقانين واحنا بنشوفها، بس بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي. لا، وكمان الفرش، انا بهب الناس اللي بتشوفنا، المرتبه اللي عندك بدل ما تبيعها انا عايزها. هتولع يا جماعه لو قطن، احنا هنعيد تنجيدها تاني وهنفرح بقى العرايس والناس. عندك موبيليا مستعمله هاتها لي، انا هجددها، احنا ضمايطه بنفهم في الحاجات دي كويس وهنعرف نطورها. عايز بقى من حضرات الساده اللي بيشوفونا دلوقتي، انا محتاج 10,000 مرتبه. مراتب اي مقاس واي أي مقاس. حاجه معايا؟ ناس كتير نايمه على الارض، انا مش هقول لك سرير، الخشب غالي ولو ان ما يغلاش على اسيادنا الفقراء، لكن فلوس ولا مراتب؟ انا عايز مراتب. مش هتشتري مراتب، بعد فلوس سهل، واحنا نشتري خلاص. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكلم حوارنا، نكمل حوارنا.
بيكم مشاهدينا مرة تانية ومكملين حوارنا عن فكرة الخير والإنفاق واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حدده وعرفنا طرق كتيرة ووسائل كتيرة ان احنا ازاي نعمل بيها هذا الخير. الناس اللي في اشد الاحتياج واللي في حالة كرب شديد بتتقفل وبتتسد في وشهم كل الطرق وبيلاقوا بالنسبة لهم يعني في حاجة زي اتفتحت لهم كده طاقة نور لما بيشوفوكوا مثلا وبيبقوا عايزين يصوروا معاكوا. لما نزلنا بعض القرى لقينا ناس بتقف كتير يعني بيبقوا محضرين مثلا 3 حالات بيبقى واقف عشرات الحالات عايزين تعالوا صوروا بيوتنا تعالوا صورونا. يعني مش زي ما هو شائع انه بعض الناس بتروح تضغط عليهم ان هم لازم يتصوروا. لا لا لا، وخصوصا مع البر والتقوى، لان الناس شافت الانجازات. الحمد لله احنا في معظم القرى والنجوع والحواجر لنا لمسات في البيوت شغالين فيها، فالناس اصبحوا عارفين انت اتصورت يعني هتتساعد. فكل بيتشجع، على عكس الاول ما كانوش بيرضوا لان هم في ناس اتنصبت عليها كتير من الحالات اتصورت ومحدش ساعدها. لكن الوضع يا جماعه كبير، رغم ان الدوله لعبت دور كبير جدا في الفتره ديت ان هي تساعد حالات كتير جدا. يعني احنا لغايه دلوقتي تقريبا انتهوا من حوالي 6000 بيت الدوله بمشاركه المجتمع المدني، تمام؟ فانا بتكلم احنا دلوقتي كحالات الناس بتفرح باي شيء، بطانيه، لحاف، كرتونه غذائيه. قافلة اللي أنا كلمتكم عليها قبل كده إحنا دلوقتي بصدد تغطية 3000 بيت بالمشمع. تغطية 3000 بيت بالمشمع عشان عدين للشتاء. أنا ما لحقتش أعمل له سقفه هيتبهدل آخر بهدلة في الشتاء. فأرجوكم يا جماعة شاركوا معانا في ال 3000 بيت دول، إحنا محتاجين لكل بيت 1000 جنيه. خلاص عشان نغطي البيوت بمشمع. يعدي ممكن الشتاء ده والصيف اللي جاي. ليه؟ لأن 3000 عدد كبير. احنا يوم ما هنشتغل في الفتره ديت مع اهل الخير هنعمل لها مثلا حوالي 100 سقف. طب وبقيه البيوت؟ فاحنا قلنا نغطي الناس دي نعديها من القلق ده عشان مش خايف من الشتاء ومفيش حاجه بتنزل له جوه ولا حاجه، يبقى كده امان. بصوا بقدر اليسير بنحاول نسعد الناس. معاك كرتونه غذائيه بهمس في اذن اخواتنا الفلاحين، فين زكاه الزروع بتاعك؟ الناس اللي حصدت الارز فين زكاة الزرع بتاعك؟ لو سمحتم هتتحاسب والله عن حباية حباية. فين زكاة الخضروات؟ فين زكاة الفواكه؟ فين زكاة؟ أنا مش عايز منك فلوس بخصوص الزروع، هات لي زرع أخرجه للفقراء والمساكين. الحاجة التانية مسألة البيوت، في ناس كتيرة عايشة حمد ربنا وشكرها، بس لما يجتمع بقى الفقر مع المرض هنا احنا بنتدخل. تمام؟ خلينا نروح نشوف حالة أم ملك من إدفو محافظة أسوان ونرجع نعلق عليها. أنا أم ملك، معايا بنتين ومعايا واد صغير وجوزي تعبان، يعني يعلم بنا اللي ربنا يعني دايما العلاج بتاعه بيجيبه من الصيدليه دين، يعلم بنا اللي ربنا انا جايباه بكام يعني، واجيبه حضرتك انا نجيبه من الصيدليه بنجيبه يعني على الحساب، ولما ربنا يسهلها نروح نسد، بس انا نسد جزء ويقعد عليه جزء ثاني، فالصيدليه مش متحمله ان انا كل ده يعني نجيبه على دين دين دين، برضه هم عايزين يعني يضلوا علاج من عندهم، ما فيش دخل برضه دخل عندهم، يعني الناس برضه بارك الله فيهم. مشكلة جوزي هو تعبان، الأول كان عامل عمليتين في عيونه، ودلوقتي حاليا برضه تعبان، عنده كهرباء في المخ وعنده صرع، فما ينفعش إنه يطلع أصلا يشتغل، لأن لو طلع يشتغل نروح نبص عليه نشوفه شغال ولا إيه، نروح نلقاه يعني في الغيط واقع. يعني احنا كنا يمين والنظرة تنزل علينا، يعني سبحان الله ان احنا عايشين، يعني حاسين نفسنا ان احنا مش عايشين بمعنى اصح. بنحمد ربنا بس برضه طالبين المساعدة من حضراتكم برضه ان تساعدونا فيه، وجوزي الصراحة تعبان مش هيطلع يشتغل ولا
يعني سبحان الله سبحان الله، يعني ان احنا عايشين ازاي، بنحمد ربنا يعني احنا عايشين كل العيشه بتاعتنا يعني مع اصحاب الخير الحمد لله. قامت عاصفه شديده، فانا ما اكذبش عليك برضو انا ظبطت اولادي خدتهم في حضني، والعيال خافوا وقاعده يبكوا، قلت لهم انتوا تعالوا في حضني، ما معناش ان احنا نشهد. العيال يقولوا لي يما احنا حنموت حنموت، قلت لهم خلاص مش مشكله، ما احنا كده كده حنموت، احنا النهارده حنموت بكره حنموت، شهدوا وقولوا يا رب. فسبحان الله بعد ما مشت العاصفه فلقيت الباب يخبط علينا خبط، انا احنا افتكرنا ان احنا متنا، لقيت الجيران كلها جيت اخذنا عندهم، يا ام ملك يا ام ملك، يا دوب طلعنا برا وصلنا على اول الشارع والحيطه على طول ورا الباب وقعت مكان ما احنا كنا قاعدين. البيت بتاعنا هو دايخ برضه، الحيطان بتاعته واقعه والسقف بتاعه واقع، فما يصلحش ان احنا اصلا ان احنا نعيش فيه. هو احنا عايشين صراحه بستر ربنا اللي احنا عايشين بيه، بس احنا مره كنا نايمين ما كناش حاسين بمطر، فنايمين انا واولادي لقينا المايه نازله علينا من فوق، طلعت فوق البيت برضه وحاولت ان انا نسد الفتحات اللي هي فوق البيت برضه، طب انا حنسد دي وتتفتح دي عشان خاطر طين وكده يعني. فاحنا طالبين من برضو من حضراتكم ان انتم تساعدونا، مش عايزين ولا حاجه برضو الا اربع حيطان تساعدنا انا وعيالي تستر علينا باذن الله، لو مش عشان ان احنا الكبار برضو عشان خاطر الاطفال الصغيره، جيل بكره جيل بكره باذن الله يا رب. وانا اقول يا رب يا رب يا رب باذن الله باذن الله ربنا يا رب ربنا يجعلكم دايما على فعل خير يا رب ان شاء الله ان شاء الله، برضو انا عارفه حاطه املي فيكم ان شاء الله مش حتسيبوني باذن الله يا رب. بنعرض دايما الحالات اللي في احتياج شديد عشان نحدد بالظبط هم محتاجين ايه، يعني نركز كده الناس ممكن تساعد ام ملك ازاي. بص حضرتك الراجل خلاص نام، عايز علاج وعايز مصاريف للبيت، الست دي عشان تسيب عيالها وتخرج تشتغل دي كارثه ثانيه. احنا مطلوب مننا البيت زي ما انتم شايفين، عايزين البيت يتهد ويتبنى، ده ألف به. الحاجه الثانيه عايزين نعمل لهم مشروع يعيشوا منه عشان هي تبقى جنب جوزها وفي نفس الوقت تصرف على عيالها، ومحتاجين حد يكفل الاولاد دي في المدارس، يعني يبعت لهم مصروف شهري كسوه المدارس بتاعتهم مصاريف الدراسه الكلام من ده لغايه ما يكبروا شويه ويقدروا يعتمدوا على نفسهم. مسائل عشان بس رحمه بالراجل المحترم ده اللي كافح وتعب بس على قد ما قدر، المرض لما بيجي بيعجز الدنيا كلها. وبالتالي هم عليهم ديون، يعني هم عايزين نسدد الديون اللي عليهم. تمام، دي حاله بيجتمع فيها الصدقه والزكاه مع بعض. ايوه طب يلا يا جماعه اتصلوا على 19038 باللي تقدر عليه، ضروري ضروري ضروري. هي محتاجه كمان كفاله شهريه، عايزه صح يعني البيت يتعب وبعد كده البيت كفاله شهريه عشان العيال اللي في المدارس دي بدل ما يطلعوا من المدارس يبقى احنا السبب. ما هو اسهل حاجه يطلعوا يروحوا يشتغلوا في اي حاجه، منظر البيت ده ما يرضيش حد، فلازم نهد ونشتغل بسرعه. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو في الفتره دي حد يصرف عليهم. تمام، لما نخلص ده ان شاء الله نعمل بقى اوضه على الطريق نعملها مشروع سوبر ماركت نفرشها لهم خضار كلام، لان الاولاد كبار ويقدروا يساعدوا والدتهم على الاقل. لا هم حاليا يقدروا يساعدوها في البيع، انما مش عايزهم ينشغلوا عن الدراسه او يسيبوا الدراسه او يمشوا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى المصريه. عندنا فاصل قصير ونعود.